هو بيو لقوس زلمة ما بيخاف الله، ما انت شفته كيف؟ ومن هو وقوس صغير اصلا بيضربه، وهو منه مثل بيو ابدا، هو طيب طيب وآدمة، ما بيعرف يكذب ولا يخبي، بيقول لي كل شيء. وانا بزعل عليه. بفهم من كلامك انه انت بالنسبه لقوس البنت اللي بيحلم فيها، بس كأنه هو مو هيك بالنسبة لك؟ يعني إنه هو بحبني كتير. وإنتي شو؟ إنتي بتحبيه لأوس عن جد؟ بتحبيه من قلبك؟ خلص وصلني جواب. بدي أسألك سؤال، ليش هيك عم تعملي بحالك؟ شو عم بعمل؟ ليش بدك تتجوزي واحد ما بتحبيه؟ عم اسألك جاوبيني. طلعي بعيوني وجاوبيني في. ليش بدك تتجوزي واحد ما بتحبيه؟ أنا ما بدي أتجوز. بس عملي معروف، الموضوع كتير مهم، وإلا ما كنت قلتلك عملي معروف. يا ندى قدي صار لي عم بقلك الست عليا ما بدها تشوف حدا، عم تفهمي؟ بس الموضوع كتير مهم. روحي عشغلك ريحة. نعم بعتذر كثير على الإزعاج، بس لأنه الموضوع مهم عشان هيك جيت. احكي. ما عم بسمعك. ما عم نلاقي فيي. طلعنا بي من المستشفى وجبناه لهون وبعدها مش مبينه، وقلنا له كذبنا عليه يعني لانه قلقان، فقلنا له ان هي عند باسل وهلا عم بينق بده يشوفها. شو في فيديك؟ ما هون الموضوع انه فاي اخر مره اتصلت على تليفون ورد من تليفون الدكتور جواد، وهلا اثنيناتهم عم يعطي تليفونهم مسكر.